عايز يبقى معانا على التليفون الدكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه. اهلا بيك يا دكتور. معالي النائب المحترم، اهلا بك يا رب. يخليك يا دكتور، كنا نفسنا نشوفك في العالمين يا دكتور، زي السنه اللي فاتت كده كنت تبقى منورنا. من سوء حظ يا فندم. لا يا فندم، ده احنا اللي مش محظوظين كفايه النهارده. دكتور حامد، على هذه القمه او قمه دول الجوار في القاهره، وتفضل فخامه الرئيس بالقاء البيان بتاع النقاط السبعه الخاصه بتوصيات هذه القمه. يمكن اكتر شيء يلفت النظر ويمكن اكتر شيء ايضا شدد عليه فخامه الرئيس وشددت عليه توصيات القمه هي عدم التدخل الخارجي. يمكن انا كنت لسه من شويه بتكلم مع الاستاذ اكرم القصاص وقلت له انه اي صراع سياسي، أي صراع عسكري أو مسلح أو اقتتال داخلي في أي بقعة من بقاع العالم بالتأكيد بيحصل فيه تدخلات خارجية. أما مدى ضمانة التأكيد على عدم التدخل، أستاذ أكرم كان عنده رأي أنه تضمنه المؤسسات الدولية أو الجهات الدولية. هل يعتقد دكتور حامد أنه المؤسسات الدولية مستعدة لهذه الضمانة، أم أنه هذه الضمانة لا يمكن تخلق إلا من الدول الإفريقية المجاورة المتاخمة، لأن هي اللي ليها الحدود النافذة للسودان؟ يعني في النهاية التدخل هيبقى عن طريق الدعم اللوجستي، فيا نقفل الحدود يا ما نقفلهاش. أنا طبعا يعني بأؤكد على السياسة الخارجية المصرية اللي هي بتدعم بشكل واضح عدم التدخل في الشؤون الداخلية في الأزمات، على اعتبار أن التجارب في النائب أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن التدخل الخارجي دائما ما يطيل أمد الصراع، ودائما التدويل بيحدث، وبعدما يحدث هذا التدويل تسير الأزمة في نفق مظلم ولا يمكن أبدا الوصول إلى تفاهمات حقيقية. يعني منذ بداية هذه الأزمة ومصر تلعب دورا محوريا على كافة المحاور للعمل وبشكل واضح على أن يكون هناك مسارات في كافة الاتجاهات، سواء إنسانيا سواء ذاتيا سواء سياسيا. يعني بدأت بهذه الأزمة في منتصف شهر إبريل، نجد أنه بمجرد هذه الأزمة اتخذت الوساطة المصرية الجنوب سودانية بالتعاون مع الرئيس الجنوب السوداني سيلفا كير، ثم بعد ذلك زيارة هامة لوزير الخارجية المصري إلى جنوب السودان واتشاد، وكانت في منتصف أيضا مايو، ثم استقبال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. وبالتالي هذه الجهود وهذا المؤتمر أو هذه القمة هي انعكاس حقيقي على رغبة مصر للعمل وبشكل كبير على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السودانية في أسرع وقت ممكن، حتى لا تطال يعني المعارك، وينعكس ذلك بشكل كبير على مجمل الأوضاع الإنسانية، وبالتالي ستؤثر بما لا يدع مجال للشك على دول الجوار. طيب دكتور حامد، هل تعتقد أنه كافة الدول المتعلقة بهذه الأزمة، هذه الدول الأطراف، الدول الجوار، مستعدة لعدم السماح بنفاذية أي شكل من أشكال المساعدات اللوجستية لأي من طرفي الصراع؟ يعني البيان الختامي النهاردة، فخامة الرئيس السيسي وفي البيان الختامي أشار إلى نقطة جوهرية، أنه تم التنسيق مع كل دول الجوار وأيضا المؤسسات المشاركة، سواء الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي، وأكدت على ثوابت أنه تم التشاور بما يخص هذا البيان الختامي، والتأكيد من ضمن بنود هذا البيان على عدم السماح بتدويل هذه القضية ووقف التدخلات الخارجية، لأن التدخلات الخارجية دائما وأبدا ما تلعب إلى مصالحها الخاصة وتدعم طرف على حساب الطرف الآخر، وتريد تنفذ أجندات خاصة لخدمة مصالحها في الداخل السوداني أو غيره. وبالتالي شاهدنا أن الموقف المصري وبالتعاون مع دول الجوار يؤكد على مبدأ ثابت وواضح، وهو وقف التدخلات الخارجية وضرورة إيجاد حل سوداني. وهي سياسة مصر الثابتة، أيضا كان في المبادرة الليبية في 26، وأكدت أيضا على ضرورة إيجاد حل ليبي، وبالتالي هو أيضا فيما يخص الأزمة السورية وأيضا الأزمة اليمنية. وبالتالي هذه السياسة، يعني احنا بنشهد دول الآن بتستمر المعارك فيها لأكثر من 11 عام و12 عام نتيجة التدويل ونتيجة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لهذه الدول. طب أخيرا دكتورة، مش عايز أطيل عليك، لكن طبعا بطبيعة الحال مصر تأخذ المسألة السودانية بمنتهى الجدية، مش بس بعين الاعتبار. المسألة الليبية لم تذهب إلى إطار حل حقيقي وموضوعي وعملي إلا عندما وضع فخامة الرئيس خطا أحمر. هل تتوقع
أنه فخامة الرئيس المصري سوف يضع في آونة ما خطا أحمر في السودان، أم أنه كل الأطراف سوف تلتزم بتوصيات مؤتمر دول الجوار ولن يكون هناك حاجة لوضع هذا الخط؟ سؤال دقيق جدا يا معالي النائب، لأني بالفعل من الممكن جدا أن تلجأ مصر إلى اتخاذ خطوات من شأنها حماية الأمن القومي المصري، وأيضا عدم اتساع رقعة الصراع في الداخل السوداني، لأن السودان بها مناطق رخوة أمنية كثيرة. لك أن تتخيل أن في بداية الحرب في السودان كانت هناك المعارك في 3 ولايات فقط، الآن اتسعت رقعة الصراع لتصل وبشكل واضح إلى 8 ولايات. وأيضا من الممكن جدا أن تتدخل جماعة الإخوان الإرهابية اللي بتريد أن تهدم الدولة الوطنية في الكثير من الدول، وتريد أن تطفو على السطح مرة أخرى، وبالتالي من الممكن جدا أن تتحرك الدولة المصرية لحماية أمنها القومي وحماية أشقاء في السودان في نقطة معينة، وهي اتساع رقعة الصراع، زيادة الجريمة المنظمة، انتشار الأسلحة، اتساع الصراع خارج الدولة السودانية، وأصبح هناك تهديد للأمن القومي المصري، وبالتالي من الممكن جدا أن يضع الرئيس السيسي أيضا خطا أحمرا فيما يخص حماية الأمن القومي المصري. أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.